تحياتنا لكم من جديد ورجعنا لأولى فقرات دنيا دنيا. صباح الخير حارث. راح نعطيكم اليوم upper body، مع انه مبارح اجتهدنا على lower body، تعبنا شوي الجزء الأسفل من الجسم. اليوم راح نعطيكم تغيير للupper body. جاهزين؟ راح نبدأ تمارين إحمائية بالمكان، ممكن تكون منها كارديو، بعدين نستخدم دامبلز إن وجد موجود في البيت أو جناني مي. أوكي؟ نعمل رن بالمكان، نحمل جسمنا، نرفع صدرنا، نرخي رجلينا على الأمشاط، نعمل تبادلي زي رنينج بالمكان مع نفس مستمر، حركة بالإيدين. Good. نزيد الرينج اوف موشن، ممكن شوي شوي نوسع الحركه بين رجلين وبرضه بين الايدين. اهم شيء يضل النفس منتظم. نعمل ايزي سكوات تحت شوي شوي، داون بوش. راح يكون احماء لكل جسم، هو لانه كل الجسم بيتحرك، حتى لو بنشتغل upper body لحالهم ما في اي مشكله. Down. Good. Hold. Down. ممكن ننزل اكثر شوي شوي، نضل ماسكين على نفس الحركه. Good. Down. نرجع بالحوض لتحت لورا، ركب شوي مفتوحه لبرا. Good. نرجع للرننج. Good. راح يكون في اوبشن طبعا بالتمرين، الاوبشن اللي بتحسوه صعب راح اعطيكم له اوبشن سهل على اساس تقدروا تكملوا معانا اليوم. ننزل لتحت، نعمل بوش ابس خفيف، داون اب، حركه بسيطه ميلان بالجذع للامام، حوض مرفوع، داون اب، داون اب. جود. نسكر ايدينا شوي، نرفع الركب عن الارض، نضل ثابتين. الجسم كله مشدود، نظر على الأرض طبعا دائما. Very good. نحرك رجلينا 1 2 1 2. نرجع. Good. خلي الرجل قريبة من الأرض، ما في مشكلة. Okay. آخر واحدة. Stand up. Relax. نعمل rotation خفيف. جود. هلا راح نعمل اوت ان اوت ان. جود. اخر ثواني، بعدها بنكون جاهزين لتمريننا في الابر بودي. راح نلعب 6 جولات، كل جوله عباره عن دقيقه ونص، مقسمه على 3 مراحل. كم مره؟ Out in, out in. Good. دينا الخصر. 4 3 2 1. Good. نبدأ بأول التمارين، راح نبدأ من فوق بعضلات الكتف، رجلينا تحت الحوض، ثني خفيف بركبتين. طبعا لما نكون ستاندينج بالوضعية هاي واقفين لازم يكون في ثني خفيف ركب عشان نحمي أسفل الظهر. راح نبدأ بالسايد ريز، عبارة عن 30 ثانية، بعدين بنغير التمرين، بعدين راح نرجع للسايد ريز كمان مرة. 3 2 1. ممكن أشتغل بالسرعة اللي بتريحني، ما في أي مشكلة، ممكن أطير يعني أطير بالسرعة كثير. 1 2 1 2 1 2. أهم شيء يكون في عندي كنترول بالحركة وبالتكنيك، أخلي الكواع هي اللي ترفع الدامبلز، ما اخلي الدامبلز اعلى من كواي. اوكي، دامبلز على الارض، نثبت وضعيه بلانك. هاي النص الثاني راح نثبت كمان نص دقيقه هون، بعدين راح نرد نرجع للسايد لنفس زاويه الاكتاف. جود. نفس، شد على الكور، على البطن، على الفخذ الامامي، كامل الجسم من الجهه الاماميه شغال بهاي الحركة. برجر. نحاول كمان آخر ثواني. Good. Stand up.
كمان مرة نستعد ثاني بركب up down up down one two three. عضلات الكتف وعضلات الذراعين اللي هي الباي والتراي ما بتحتاج وزن عالي، ممكن ناخذ وزن خفيف بعدين ممكن نزيده على عضلات الظهر والصدر. good. نطلع straight ظهرنا مستقيم hold. good. أول راوند راح اشتغلنا زاوية الكتف الجانبية اللي راح نروح على عضلات الظهر بتمرين تقريبا بزاوية واسعة اسمه reverse fly. راح نفتح شكل عكسي للجهات الخلفية من الكتف ولأعلى الظهر. نفس ثاني خفيف بركبتين، بنزل باتجاه الركب وصل الظهر مرفوع. let's go 1 2 1 2 up down up down good. أحاول إنه الكوع برضو بنفس الطريقة يكون أعلى من الدامبلز، ظهري مستقيم، بعمل سكويز بين لوحين الكتف بحاول أسكرهم على بعض وبطلع على الأرض تقريبا ماكسيمم مترين. هولد نزلهم برجع للبلانك ثابتين. اخترنا هذا التمرين عشان نخلي عضلات البطن تشارك في التمرين بأكثر من وقت. ميلان خفيف للأمام، ظل شادين على الكور ثابتين، شد الركب، نرفع الحوض شوي صغيرة. نايس. نفس ستاند اب. كمان مرة نفس التمرين، اكتافنا لورا، صدر مرفوع، بننزل الركب. جو 1 2 اوت ريفرس فلاي. التمرين الأسهل منه اني ممكن اسحب ايدي زاوية 90 عشان اساعد بعضلات الجراح. جو up down up down good. one squeeze. ما ننسى نسكر بين اللوحين عشان نحس بالعضلات. good hold good. الراوند الثاني done. هلا بنروح على عضلات معاكسة من عضلات الظهر لعضلات الصدر. كابتن حارث راح يعمل option اللي هو chest press على الأرض وأنا راح أعمل push up. هم نفس العضلات راح تشتغل عندي وعند حارث، هو راح يشتغل بشكل أبسط أنا راح أشتغل بوزن الجسم. down up down up good. ممكن أنزل زاوية 90 بكواعي أكمل good. down push. حوض مرفوع، جسم كامل مستقيم، بطلع على الأرض. Very good. بداية أوسع من كتافي أكيد. ثواني. 3 hold 1 good. بدنا نطلع ونضل عاملين فوز لفوق ثاني بالركب. good. هاي بتضلها عاملة لود على عضلات الكتف عضلات الترايسبس. ثواني. Very good. برجع كمان مرة. 3 نفس التمرين. 1 وسع ايدي. down up good. ممكن اختار الايزو اوبشن اذا حسيت حالي تعبت ما في مشكلة، بنزل الركب او بضلني كمل. good. اوكي اخر ثواني ضل مكملين. down push 3 2 1 نايس. كمان مرة بنرجع standing round الرابع ضايل 3 round. يب. نرجع لعضلات الظهر بشكل close، الكوع مضمومين مش مفتوحين لبرا زي قبل شوي. حارث راح يعطيكم الوجه الأمامي، أنا بعطيكم إياه بشكل جانبي. let's go. زي كأني بسحب لورا، شكل إيدي زي كأني بعمل بالمنشار تقريبا، إيدي مضمومة على أضلاعي وبسحب باتجاه الخصر. good.
نفس الشيء بالتكنيك، لازم اسحب واعمل سكويز بين اللوحين، طلع على الارض، دق المسحوب لجوا، هولد، فوز، نرجع للبلانك، نفس برضو، نطلع على الارض، نكسب تحمل زيادة مع عضلات البطن والكوع، رجعت نجدد نفس استمرار، أوكي. كمان جولة نرجع رو واسحب لورا ولجوا في نفس الوقت، كيف 1 2 1 2. هاي تشتغل عضلات اللاتسمس اللي هي عضلات العريضة للظهر اللي هي الابط، كمان العضلات اللي بين اللوحين، هيرجت كمان آخر ثواني، بعدين في راحة، هولد، كود ريكفري. ممكن نمسك دامبلز واحدة، هلا نشتغل على عضلات الترايسبس، ضل على عضلات اليدين، تراي وباي. راح نشتغل overhead extension خلف الرقبة ونطلع كامل فوق الرأس. ready؟ نرفع ايدينا، ناخذ خطوة لورا، let's go down up. ممكن نطلع عن السرعة اللي احنا فيها، very good. اهم شيء يضلوا الكوع ثابتين، جذع ثابت، الترايسبس بس هو اللي بيشتغل تقريبا. جود، نمسك الوزن كويس عشان نحمي حالنا. جود جود، هولد، ضل فوق ثابتين. ممكن نسكر رجلينا نحطهم جنب بعض، ما في اي مشكله. ستريت، نمد ايدينا كامل، رجعت ثاني خفيف بركبتين زي ما حكينا قبل شوي، دائما عشان احمي اسفل الظهر. جود، ريلاكس. راح نرجع لنفس التمرين، رجع رجل الثاني ورا، نعمل ريكفري الاولى داون اب. جود، على طول مكملين فول رينج، داون اب داون اب، بنزل بالدامبلز خلف الرقبه تقريبا فول رينج، بفرد فوق. جود جود، كمل اخر ثواني، يضل عندنا 1 راوند بعد هاي. جود، هولد، هانت، ضل دقيقة ونص تقريبا على نهاية تمريننا، اخر جولة بايسبس بلانك بايسبس، هاي للفينش. ركز رجلينا، نفس الشيء برضو تحت الحوض، ثاني خفيف ركبتين، بطن مسحوب لجوا، الصدر مرفوع، الكتاف لتحت ولورا، ريدي، يدينا مضمومين، اب داون. جود، نحاول هلا انه ما نحرك كوعنا ابدا، فول رينج، بطلع بس لمستوى الكتف وبنزل جنب الفخذ. جود، نايس، اب داون، واظل محافظ على وضعيتي اني اخلي دائما ثاني خفيف الركب وتعابي على الارض. جود، اخر ثواني، نايس، فول رينج، كمان 3 نسبة تحت 1. جود، اخر جولة ثبات للكور كامل. جود، الاوبشن السهل اذا حسينا حالنا تعبانين ننزل الركب، لكن ما ضل الا القليل، نحاول نضل ماشيين عليها. جود، ناخذ نفس، نجدد نفس، نايس، اخر جولة، ستاند اب 30 ثانية. 3 بايسبس، 2 اب داون. جود، فول رينج، زي ما حكينا نحاول نخلي الكوع ثابت تحت الكتف مباشرة، ما بخليه يتمرجح مع الحركة. جود، عشان تستفيد عضلة البايسبس أكثر قدر ممكن. فول رينج، جود،
آخر ثواني. Very good. Hold. يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية كابتن حارث. Stretch بسيط على الظهر. هيك بنكون وزعنا خلال يومين عضلات الجسم كلها. مبارح كانت على أسفل الجسم واليوم الجزء الأعلى. Good. يدينا لورا. كتافنا لورا. ثمب لتحت. خل الإبهام لتحت. نسحب إيدينا لورا عشان عضلة البايسبس الأخيرة اللي لعبناها. Breathe. نعمل رول لكتافنا. Rotation. من الجذع كامل. أكيد حسينا بتنشن كامل خلال التمارين. يعطيك العافية كمان مرة كوتش حارث. يعطيكم أنتم ألف عافية. إن شاء الله تكونوا لعبتوا واستفدتوا معنا اليوم. شوفكم الأسبوع المقبل. يعطيكم ألف عافية.